جميعنا يعرف الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع، لكن القليل منا من سمع بالبعد الخامس. ما هو البعد الخامس أو الإسقاط النجمي؟ وما علاقته بالعالم الآخر والروح؟ وكيف للإنسان المادي أن ينتقل إلى عالم آخر تتماثل فيه كل معالم الجمال والكمال؟ في حلقة اليوم سوف نتحدث عن أعقد فلسفات التاريخ، والتي ظهرت وتفرعت من معتقدات المذاهب الكبار. تابعوني. يقول العالم ألبرت أينشتاين: لا يمكن توصيف أي حدث فيزيائي دون إضافة بعد رابع. وجاءت الحاجة للبعد الرابع أي الزمن لنتمكن من شرح الظواهر المختلفة. فعلى سبيل المثال، لو أردنا أن نحدد مكان قمر اصطناعي يدور حول كوكب الأرض، فلن تكفي إحداثيات الطول والعرض والارتفاع، بل نحتاج كذلك للزمن. بل يمكن القول مجازا إن الزمن عند ألبرت أينشتاين يتضمن المعنى السكوني للمكان، كما أن الزمن عند أينشتاين يسير في اتجاه من الماضي إلى المستقبل. ولكن هل صحيح أن الزمن لا يسير إلا في اتجاه واحد؟ ويقول العالم الفيزيائي ستيفن هوكينز أن الزمن يمكن أن يتصرف مثل أي اتجاه آخر في الفضاء وتحت الظروف القاسية. ويقول أيضا قبل عام 15900 كان يعتقد أن الفضاء والزمن مساحات ثابتة بالنسبة للأحداث التي تقع، وكان يعتقد بأن الزمن والفضاء لم يتأثرا بتلك الأحداث، ولكن للزمن والفضاء كميات ديناميكية. الفضاء والزمن لا يؤثران فحسب، بل يتأثران بكل ما يحدث في الكون. وهنا نقترب من مفهوم البعد الخامس الذي يطلق عليه الزمن التخيلي. ولتبسيط الصورة، تخيل محورا أفقيا والذي يمثل الزمن الواقعي Real Time من الماضي إلى المستقبل، بحيث الصفر هو الآن، والأرقام الإيجابية 1 و2 و3 باتجاه المستقبل. وبطبيعة الحال لا يمكن العودة إلى الماضي بالاتجاه السالب، أي -1 -2 -3. حسنا، فلنتخيل محورا متعامدا على محور أفقي. وقتها سيكون هذا المحور العمودي هو البعد الخامس، أي الزمن التخيلي الذي أرقامه تخيلية، أي ليس لها وجود في العالم الحقيقي إلا أنها مثبتة بمعادلات رياضية. لذلك أحتاج منكم القليل من التركيز لنعرف الفرق بين الزمن الواقعي والزمن التخيلي. يمكن القول بأنه في الوقت الذي يسير به من الماضي إلى المستقبل بخط مستقيم ولا يمكن أن يعكس اتجاهه، فإن الزمن التخيلي له سلوكيات الأبعاد المكانية الطول والعرض والارتفاع، بمعنى التحرك في الاتجاهين الموجب والسالب، أي أنه يمتلك خاصية التحرك نحو الماضي بالإضافة إلى المستقبل. هنا يتساءل البعض كيف يمكن ذلك؟ وفقا لمعادلات رياضية، كلما ازدادت سرعة الجسم أكثر فإن الزمن الخاص به سيتباطأ أكثر. وفي تجربة طبقت عام 71900 باستخدام ساعتين نوويتين قادرتين على حساب الوقت بدقة متناهية تصل إلى نانو ثانية، وضعت ساعة على سطح الأرض وأخرى على طائرة نفاثة. وبعد الرحلة وجد العلماء أن الساعة التي كانت على متن الطائرة النفاثة قد تباطأ الزمن فيها مقارنة بالساعة التي كانت على سطح الأرض. كل هذه السيناريوهات تظل نظرية، فوصول الجسم لسرعة الضوء يتطلب طاقة مهولة، ناهيك عن تأثر كتلة الجسم. ولكن هل هذا ممكن؟ في الواقع تعد الثقوب السوداء ظاهرة كونية قابلة لأن تحقق ما ذكرناه سابقا. ولتبسيط الفكرة، فالثقوب السوداء ذات قوة جاذبية مهولة، تستطيع جذب النجوم بل وتستطيع جذب الضوء لمركزها أيضا. لو افترضنا أنك استطعت أن تسافر إلى الماضي، فإلى أي زمن ستسافر وماذا ستفعل؟